مرحبا، محمد ياسر الغربي رئيس بلدية باجة. هو كتوضيح صغير، معناه هو مش مثال جديد، هو المثال اللي يقع وقعت لادوبسيون تاعو اون 2017 واللي ما تحطتلوش وقتها معناها حتى تشاركيا كل الآليات باش يتطبق كما نحبوا احنا. ثم جلسة تمت عندها 3 أسابيع وتم إقرار فيها بداية تمثيل معناها تنفيذ المثال هذا على 5 أكتوبر. بعض البلدية جاءها اعتراض من عند الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بغرف النقل. احنا كبلدية وحتى بالتشاور مع السلطة الجهوية خيرنا ان نأجلوا تطبيقه وعملنا جلسة ثانية. هذا كل تقريب وجهات نظر، ولانه نحب نضمن له اكثر سلاسة ممكنة في التطبيق. صارت الجلسة الثانية يوم 10 اكتوبر نهار اثنين مع ورف هذوما سيد رئيس الاتحاد الجهوي، وكانت ناس كل حاضرة، الإدارات اللي يلزمها تكون موجودة، ولاية، بلدية، أمن، شرطة بلدية ومرور، وكان معنا حتى الحرس الوطني، دونك في ممثلين في معناها في رؤساء الفرق بتاعهم. والتقييم نتاع التغيير اللي صار شوية عن 2019 هذاك، دونك الناس كلها أجمعت أنه زاد عمل إشكاليات في المدينة. وبالنسبة للمكتب الدراسات صارت معه دراسة، ورجعنا للمثال الأول واللي هو مع المرة هذه تطمينات من عند الإطارات الفن الأمنية، واللي هو باش يكون في أنه نضمن سلاسة في التنقل ما بين باجة الجنوبية وباجة الشمالية عن طريق نهج فرحة حشاد وفي بودفاحة، والالتزام بالوقوف والتوقف. فما وقع الاختيار في مكان واحد معناها على اليسار في شارع فرنسا او في شارع بورقيبه، ومع ثم حمله باش تصير لتغيير البلايك بتاع المدينه علامات المروريه. دونك من بعد شنو باش يصير؟ باش نحط ايدينا الكل، امن، بلديه، الناس كل، ثم جمعيات اللي تعنى بالسلامه المروريه زاد باش تكون موجوده، ونأملوا انه بتضافر الجهود هذه الكل شويه انضباط زاد من عند الناس، على خاطر يلزمنا ما عادش نشوفوا مظاهر من نوع ستاسيونمون دوزيام وتروزيام بوزيسيون. دونك بدينا ثم تعرفوا لعدد السيارات فيها كبر. في المخططات المستقبليه لمدينه باجه احنا شويه تعطيل صار لنا في الابروباسيون تاع لي زابيل دوفر نتاعنا، ثم تعرفوا العام اللي فات مع الكوفيد مع كذا، حتى كان ثم اضراب نتاع العام اللي فات ما تنساوش نتاع المهندسين وقتها. دونك احنا توا المشروع نتاعنا اللي لمينا فيه البيعين تعامين اللي هو في حدود 4.3 مليارات، فيه زاد 303,000 دينار بور دي باركينج. هذا سؤال، يعني المدينه تحتاج للباركينج هذا، فيه ثلاثه، فيه ترو باركينج المشروع هذا، نأمل انه من هنا منتصف العام القادم يكونوا موجودين. وزاد فما لزمات للمناطق الزرقاء، انا ما نحبش راه ماذا بيا ديما الانضباط يجي وحده، ولكن ثم لزمات باش تصير المناطق الزرقاء لي شونغال مع الاسف ولي كبالات، باش نمشيو في الاتجاهات الكل باش نوفروا كل سبل النجاح للمثال هذا ان شاء الله. يعني باجة تشهد برشا فوضى الحقيقه واختناق مروري، المخطط التجديد هذا يعني شي خاف نأملوا بيان سور، هذا راي الفنيين الكل اللي اجتمعوا، هذا التقارير نتاع ادارات البلديه والتجهيز والشرطه تاع المرور، نأملوا منه باش يخفف على الاقل سورتو مداخل المدينه، سورتو في الطريق الرئيسي المؤدي للمستشفى راهو عندنا مزواه. ثم زاد باش يقع منع للحافلات بين المدن اللي تدخل المدينة، ولكن من بعد نأمل أنه تكون عنا نقلة لحشنا بها. وهذا يقول أنا قلت لك راه أنا ديما هذا رأيي، القرارات الرضعية مش هي اللي تنجحها، أمثلة انضباط الناس هو اللي نجح. شكرا لك.